طعنة في خاصرة العراق والطعنة كثر، وهذه المرة تضرب ميسان بأمنها وقضائها، ومن مسلسل اغتيال رجال الأمن إلى مصيبة جديدة وضعت تحت عنوان الاعتداء على قضاء العراق. شهيدان لأجل الحق والعدالة والأمن والأمان، القاضي الشهيد أحمد فيصل الساعدي والضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي. تعود ضربة المجهولين بأسلحة نارية ليقترفوا جريمة قتل القاضي الساعدي ب15 رصاصة، لكنها لن تثني قضاء العراق عن الاستمرار على نهج نزاهته. فالساعدي الذي كان مختصا بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان كان سليطا برصاص العدالة والقانون على تجار المخدرات، لذا فقد قتلهم قبل أن يقتلوه. صوروا هاي ميسان الآمني، هذا أخوي الشهيد واجد، هاي العمارة الأمين أبوي محافظة. وهذه المرة ليست مجرد فورة غضب وتنسى، إنما وعيد من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري وعاجل، والتهديد بمحاسبة كل من يحاول المساس بقضاء العراق، ليعلن على وجه السرعة بمحاسبة المقصرين من الأمن والمتقاعسين عن أداء أوامر القبض بحق المجرمين والمتهمين. ولأن قضاء العراق يثبت نزاهته وجرأته في قول كلمة الحق دوما وبرسالة وطنية عنوانها العدل والقانون فوق الجميع ولا سلطة تعلو فوق سلطة القانون، بعمل الخبرة والعلم التي يشهد لها العالم أجمع ويقودها فائق زيدان رجل القضاء الأول، وفريق من قضاة البلاد الذين يعلنون سلاح الحق في وجه الباطل. فقد رحل الشهيد الساعدي، لكن قضاة العراق باقون في وجه الجبناء بعنوان النصر والبقاء.